بخمسة جنيه والحسابة بتحسب. الساعة 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 بخمسة جنيه والحسابة بتحسب. وبعدين معاك يا عنتر، قلت لك انا خلاص هدبرها لك. ازاي؟ ده التذكرة لحد مصر مبصر بكام؟ و 300 جنيه، أكتر من تمن الجاموسة. زيكو، وحياة والدك تشد لي اللي يعرف لي جماعتني يبيعوا الجاموسة وينهضوا لي بحقها. أوه، اصبر بس، هتتحل. أنا بقى هشوف لك شغلانة تلقط فيها رزقك لحد ما تلم حق التذكرة. هنرجع تاني لجني العنب. والساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب. الساعة بخمسة. اسمع بس يا عنتر، انت هتندب. تحب تكسب فلوس كتير؟ احب احب يا اخوي، انما فين؟ بعدين هقولك. يلا بينا. قوم اقف عنتر، اقف لف امشي امشي اقف لف تعال ايه؟ تعالى اتدور تاني. هو ايه اصله؟ اتدور بطار. افتح بقك افتح بقك. يا جدع انت عيب مش كده. افتح بقك. رائع. قال انت عايز مني ايه؟ اسكت خالص. اسكت يعني ايه؟ هو انا بهيمه نازل تشتريها من السوق؟ جسمك رائع فعلا. اقلع اقلع. ده انت احوالك ما تطمنش. انت غرضك ايه بالتمام؟ انا هشوف لك واحد شغلانه تاكل منه بفتيك بالقلع. ايوه يا جدع انت ما تقلش قدرك لاخدك على خشمك. ما تبقاش حمار افهمني. ما تقولش حمار، انا بنبيعك اهو. خلاص انا اسف. اقلع. اقلع يعني ايه؟ ده انا اقلع وزر 10 من عينتك يا جدع. انت مش سكته حمار. استنى بس انا هفهمك. ابعد انت، انا احسن انا اللي هقلعك من جذورك. انا بقول لك اهو مالكش دعوه بيا خالص. بتزعق عشان ايه يا عنتر؟ عشان عايزني